ينطلق الان ماريك امشيك يوصل انطلاق امشيك فيها التمريره وفيها انطلاقه خطيره الهدف يعطيه الهدف يعطيه عن طريق لورينزو انسيني الاهداف الاسبقيه كوره كانت ولا اروع من انسيني وضعها في الزاويه البعيده على حارس النيتو النابولي يتقدم على حساب لفيولا 1-0 بعد انطلاقه غير عاديه من ماريكا مشاكا باتجاه لورينزو انسيني اللي وضع الكره باقتدار ليمنح نابولي الاسبقيه. شوف الاعاده انطلاقه كانت خاطفه من ماريكا مشاكا وسط تقدم من جانب لاعبين فيولا. انسيني بلمسه واحده كانت كافيه لتمنح فريقها التقدم. كوره صارت بالقائم استقرت داخل الشباك. اذا نابولي يتمكن من افتتاح باب التسجيل. تتغير النتيجه وفريق الجنوب فن والعماره على البيبيتا ينطلق انطلاقه غير عاديه. البيبيتا هي كوره فيها ثاني فيها ثاني فيها ثاني فيها ثاني انسيني هي البيبيتا لورينزو بعد انطلاقه غير عاديه من البيبيتا والبيبي الصغير لنابولي لورينزو انسيني يوقع الثنائيه دي لاورينتس. هي الليله من ليالي نابولي. نابولي يتعلق ويضرب لفيولا 2-0. نابولي يقدم افضل ما لديه وانسيني على موعده يسجل ثاني اهدافه فيما في تشينزو مونتيلا في حيره كبيره من امره. النابولي يتألق يهيمن هو اعصار لفريق الجنوب. يبدو ان نابولي سينفجر هذا اللقاء. نعرفوا جبل فيزوفو الجبل البركاني الثائر الوحيد في اوروبا من اشهر البراكين في التاريخ واليوم يحتفظ بالكره التمرير للوراء باتجاه رودريغيز اماميه لمسه لتسات ممكن تسجل يسجل فيولا اللوكو يعيد فيولا للمباراه وسط بعته في دفاعات نابولي في العمق الدفاعي يتمكن البيروفي من اختراق دفاع تلاتسوري وخطف كوره تعيد لفيولا للمباراة. اللوكو يعيد فريقه للمباراة. شوف العادة شوف اللمسة اللي ضربت دفاعات النابولي واللوكو كان في وضعية ممتازة سدد كرة باقتدار لتستقر في المرمى لا يسأل كورولي ورونسون وجوم لنابولي والثالث والثالث خلاص 3-1 3-1 بالفعل مارتينز يحسب الأمور البلجيكي يوقع على الكابو ونابولي بطل كوبا ايطاليا من خلال هذه الكره الحاسمه هجوم خاطفه يخطف من خلال البلجيكي كوره الانتصار وتاكيد الكاس يا الرفا خلاص انتهت الامور يا بيك عاصمه لنابولي والنابولي فوز 3-1. قلت بان نابولي اول لقب ليه عام 62 فاز السبورتي الواحد ولكن الرد والاجابه تاتي من مارتينز. نابولي سيفوز في هذا النهائي 3-1 كيخون مارتينز. مارتينز كره في المرمى لتعلن ثالث اهداف نابولي. نابولي يحسب الامور في اخر لحظات. هنا نعود لكره اليتساتش اليوم.